مش بس كلام. طيب آخر سؤال بحكم أن الحلقة في نهايتها يعني في آخر 5 دقائق، نبي نعرف التوجه الجديد للإيقاعات واللحن اللي أنت يعني طالع به حاليا، من اختيارك أنت أم من اختيار الموزع أو الملحن؟ الموزع. لا والله من اختيار الشركة المشرفة على هذا العمل. الشركة هي اللي اختارت هذه كذا، وإن شاء الله يعني هو طبعا أنا عندي رأي في الموضوع هذا، رأي يعني مهم جدا بالنسبة للشركة المنفذة والإخوة والموزعين اللي نفذونا نفس الشيء طبعا، وبالنسبة للموحنين اللي تعاملت معهم هذا رأي يعني مهم جدا. هو هذا المطلوب الآن، يعني الإيقاعات الشبابية هذه المطلوبة والإيقاعات الجميلة هذه الموجودة في كل الأعمال اللي نفذناها. انت سؤالك هذا جميل جدا، باين يعني سمعتي اغلب الاعمال اللي كانت اكيد يعني ما شاء الله الفنان يعني عبد الله الاسود مش جديد علينا، يعني نسمعه له من قبل يعني. بارك فيك، الله يحفظك. الله يسلمك يا رب. بارك فيك وان شاء الله ربي يوفقك وربي يعطيك كل الخير. تسلم. وانا سعيد جدا بالمداخله الجميله. انا اسعد والله. اكيد جروب راديو وعد وبرنامج نكس اكيد مبسوطين انك انت موجود معنا حاليا في المداخله الهاتفيه. مش بس كلام.